بندربهم على وضع المناهج، على كتابة مخطط درس lesson plan، على إلقاء التدريس، على إن هم يخلوا الطالب محور التعلم، إزاي يخلوا الطالب يشارك أكتر. التدريب وضح أهمية كبيرة قوي إن المدرس يبقى مخطط كويس جداً للدرس بتاعه، إزاي يعمل مخطط للأهداف اللي هو عايز يحققها جوه الحصة بتاعته، إزاي يسيطر على وقت الحصة. فايدته إنه هو بيحط الأساس النظري والتطبيقي على إزاي نحضر، نحط أسئلة، نخطط المنهج. الدكتورة منى بتعلمنا النظري وبتتابع بالعملي. شوف الطالب اللي قدامي ده بيفكر إزاي، طب إزاي أوصل له المعلومة بأسرع وقت وأسهل وقت، إزاي ما خلوش يمل طول الوقت، أجذب انتباهه إزاي.